البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لأن الإجماع يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهى زمن التشريع. وأخذنا أن القياس المنصوص على علته أي القياس الصحيح ذكر ابن قدامة أنه ينسخ وينسخ به، قلنا وليس فيه مثال صحيح، فإن القياس لا يمكن أن يتعارض مع النصوص، ولا يوجد مثال صحيح، هو عبارة عن افتراض، لو حصل ذلك فليس هناك في الشرع ما يمنع إذا كان العلة منصوصا عليها والقياس جلي واضح، فهو يعني تابع للنص. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره. اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، أي مراده بالتنبيه مفهوم الموافقة. قال: وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وسواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. مثال ما هو أولى: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه، هذا يسمى مفهوم من باب أولى، مفهوم موافقة من باب أولى، مفهوم موافقة من باب أولى، ويوجد مفهوم موافقة مساوي. وسمي تنبيها يقول العلماء نبه بالنهي عن التأفيف لما هو أولى منه ولما هو مساوي له، فالنهي عن التأفيف فيه تنبيه على النهي عن الضرب وما هو أشد. فيسمون دلالة التنبيه، فدلالة التنبيه التنبيه بالأدنى على ما هو على ما أرفع منه. قال: مثال ما هو أولى، ومثال المساوي دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، المنطوق به الآكل، حرم الأكل أكل أموال اليتامى، فإحراقها وإغراقها مساوي، كله إتلاف. ومثال المساوي دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساو للمنطوق في الحكم لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها، مباحث هي يسمى المفهوم، ويسمى أيضا لحن الخطاب، مفهوم الموافقة، ولحن الخطاب، والتنبيه، هذه أسماء لهذا الأمر. يريد ابن قدامة أن التنبيه حكمه حكم النص، فيصلح أن ينسخ وأن ينسخ به، فهو في مقام النص الشرعي، فدلالة التنبيه عنده هي في حكم النص. والجواب نعم، ولكن هل هناك مثال صحيح؟ يعني التنبيه نفسه هو نص، ولكن
ما سينسخ التنبيه وحده المفهوم الموافقة ويترك الأصل، هذا بعيد. مثلا لو أتينا إلى هذا فلا تقل لهم أف، بعيد أن ينسخ المفهوم فقط ويبقى الأصل. ما هو الأصل؟ التأفيف. فبعيد أن ينسخ الضرب ويترك التأفيف، لأن ذاك استفيد من باب أولى أو مساوي، والشرع لا يفرق بين المتماثلات. الشرع ما يفرق بين المتماثلات بحيث ينسخ المثيل ويترك مثيلة، يعني من حيث مخالفة الحكم وهما متماثلان، فهذا محرم وهذا جائز. إذن لا فائدة من هذه المسألة، لأن النسخ سيكون للنص، النسخ سيكون للنص من أصله، يرفع الجميع أو يبقى الجميع. لكن ذكرها فنحن نقرأ للفائدة. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه، ما مراده بالتنبيه؟ من يعيد الفائدة؟ ما مراده بالتنبيه عندك يا خنازة؟ مفهوم الموافقة، إما بما هو أولى أو بالمساوي، ويسمى لحن الخطاب ويسمى التنبيه. قال: وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفاصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف والنهي عن الإحراق والإغراق، يعني الأموال اليتامى، المفهوم من النهي عن الآكل في الأمثلة المذكورة يجوز أن ينسخ وينسخ به، لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه. وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، يعني اختلفوا في تسميته. جمهور الأصوليين يسمونها نعم مفهوم من نفس اللفظ، ده مفهوم موافقة يسمونها لحن الخطاب، سموه التنبيه. والشافعي سماه القياس الجلي، لأن العلة موجودة بأصلها أو بما هو أقوى منها في الفرع، وليس بقياس. وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، والأقرب الأول أنه من مفهوم من نفس اللفظ. مثله مثلا النهي عن البول في الماء الراكد، النهي عن البول في الماء الراكد يفهم منه أيضا أنه يحرم عليك أن تبول في وعاء ثم تصب الوعاء في الماء الراكد، لأنه لا فرق بين الصورتين. هل هذا قياس يقاس من بال في وعاء ثم صبه، أو يفهم من أصل قوله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد؟ يفهم من النهي نفسه، فلا يحتاج أن يقال قياس. ومن سماه قياسا جليا فقد سبق بالإمام الشافعي. وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي. والقياس في معنى الأصل، تسمية أخرى، قياس جلي وقياس في معنى الأصل تسميته. كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله، يعني من حيث الافتراض العقلي، لكن فيه نظر، لأنه كما تقدم إما أن يكون أولى منه، فهذا فيه بعد أن يرفع ما هو أولى ويترك ما هو أدنى، وإما أن يكون مساويا، والشرع لا يفرق بين المتماثلات، أعني من حيث الحكم، فيكون هذا محرم وهذا جائز. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به. وهذا قول الجماعة من أهل الأصول،
هكذا عندكم الجماعة أو جماعة؟ الجماعة. وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف من حيث الافتراض العقلي، كعكسه مثلا كما أنه يجوز عكسه. قالوا ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه، افتراضات عقلية، وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء. وأكثر علماء الأصول، وهذا ما يعني مستبعد من الصورة التي ذكرت إلا إذا كان القتل بحق، قتل قصاصا، قتل بحق، فنعم قد ينهى عن التأفيف في وجهه. أما القتل الذي هو محرم، القتل الظلم، هذا نعم مستبعد أنه يظلمه بالقتل ويمنع من التأفيف، فيكون المثل فيه نظر، لأن القتل إذا كان بحق فهو جائز والتأفيف لا يجوز. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، تلازم ماذا؟ المنطوق والمفهوم، سواء كان مساويا أو أولى منه. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر. إذن هذا يرجح أن العبارة الأولى، وهذا قول جماعة من أهل الأصول، لأن كلمة الجماعة قد تشعر بأكثر الأصوليين. وهنا قال وأكثر علماء الأصول، فإذن تلك العبارة قول جماعة، وهذا قول جماعة من أهل الأصول. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. هذا هو الصحيح الذي عزاه إلى أكثر الأصوليين. ومثال نسخ الفحوى، الفحوى هي المفهوم، ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، يعني ما عندهم مثال إنما فرض، مسألة افتراضية، وهذا مما جعل جعل الأصول يكبر بافتراضات ومسائل لا يحتاج إليها. ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا، أيضا فرض، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، حديث حسن، حديث صحيح بشواهده، معنى لي الواجد أي أنه يعرض وهو واجد غني فيماطل، يماطل وهو عنده ما يقضي دينه، والواجد بمعنى الغني، فهو يتلوى أي يعرض وينحرف بمعاملته ويماطل، فهذا ظلم. قد جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مطل الغني ظلم، مفسر لهذا الرواية، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني لو فرض أن هذه ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف. يقول الشنقيطي رحمه الله لو افترضنا أن الحديث نزل أو جاء قبل نزول الآية، ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف، وعمل به قبل نزولها، عمل بعمومه أي استخدم حتى في حق الأب، عمل بعمومه حتى في حق الأب، بحيث أن الأب لو كان مستدينا من الابن
يحل أن يحاكمه وأن يحبسه، هذا افتراض بعيد. يقول لو فرضنا أنه حصل هذا ثم نزلت الآية فلا تقل لهما أف، مفهوما أنه لا يجوز أن تحبسه من باب أولى. إذا كنت نهيت عن كلمة أف فكيف بحبسه؟ إذا افترض أن حديث لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته نزل قبل الآية أو ورد قبل نزول الآية، وأيضا عمل به، عمل بعمومه، لأنه إذا لم يعمل بعمومه فهو من باب التخصيص وليس من باب النسخ، لكن عمومه كان مقصودا حتى في حق الأب على سبيل الفرضية، عمومه كان مقصودا في حق الأب وعمل به ثم رفع في حق الأب، أو ثم نزلت الآية فلا تقل لهما أف، نستطيع أن نستدل بالآية على نسخ حبس الأب. ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف، وعمل به قبل نزولها، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا. وإيضاحه أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، وعقوبته أي بالحبس، يحل عرضه أي يشكوه إلى القاضي أن هذا مماطل وأن هذا كذا، وعقوبته أي يحبس. وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، وفحوى قوله فلا تقل لهما أف، ما معنى فحوى؟ مفهوم. وفحوى قوله فلا تقل لهما أف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف. فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقرير في المثال المذكور. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.